أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أعظم نادي في الكون الأهلي فوق الجميع. صعد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة إيهاب الألفي لدور الثمانية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على الطيران في دور 16 بنتيجة 70-40 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة. وأكد إيهاب الألفي أن الجهاز الطبي يسعى جاهدا لتجهيز اللاعبات دينا عمرو وسهيلة هشام وسارة مغربي بعد تعرضهن لإصابات مختلفة، وذلك للاستفادة من جهودهن في مباراة الفريق القادمة أمام نادي الشمس. ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الشمس في دور الثمانية يوم 2 من فبراير القادم على ملاعب نادي الشمس. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة السيدات بالنادي الأهلي. كابتن إيهاب أهلا بيك. أهلا بيك. في البداية مبروك التأهل لربع نهائي كأس مصر. الله يبارك فيك. ما هي استعدادات الفريق لمواجهة الشمس في ربع نهائي كأس مصر يا كابتن؟ لا شغل عندنا كل يوم ناخد 4 أجازة وإن شاء الله نخش معسكر لمدة كم واحد بس يوم الخميس إن شاء الله أوتيل قريب من الملعب في نادي الشمس إن شاء الله. كيف ترى شكل المنافسة في الكأس هذا الموسم؟ والله المنافسة والقرعة وقعتنا مع الشمس صعوبة ده ملعب الشمس ده صعوبته ملعب كويس مفهوش ساعة وارضيته مش كويسة هي دي صعوبته بس بالإضافة للإصابات يعني لكن المنافسة قوية جدا الشمس فرقة قوية بتنافس يعني في الستة الكبار إن شاء الله فربنا يكرم إن شاء الله ودعوة إن شاء الله تعدي دور الثمانية ان شاء الله. كابتن ايهاب يا ريت تطمنا على حاله اللاعبات وخاصه دينا عمرو وسهيله هشام وساره مغربي. والله احنا هي دي المشكله الثانيه يعني عندنا ثلاث اصابات مؤثرين بنحاول دكتوره روض ودكتوره ايهاب ان شاء الله بيأهلوهم فتره التأهيل ان شاء الله يا رب ان شاء الله بكره او بعد واحده واحده ينزلوا التمرين ولو حالتهم جاهزه 100% ان شاء الله هيشاركوا لو ما لحقوش طبعا احنا عندنا مش عايز اقول البديل عندنا الفرقه كامله الحمد لله اتمنى ان هم يلحقونا طبعا يعني بس لو ما حصلش يعني بقدر الله ما شاء فعل وعندي فرقه كامله بالاضافه للبنات المتصاعدين من تحت 15 سنه فان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعدي الدور كمان ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق. كابتن ايهاب الالفي بشكرك شكرا جزيلا. حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي الفوز على فريق الشمس بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة النهائية للدور الأول من بطولة الدوري. وكان الفريق قد نجح في الفوز على الدور الأول على الزمالك وسموحة وسبورتينج وهليوبلس والزهور والصيد والطيران والمقاولون وأصحاب الجياد قبل أن يهزم. وجدير بالذكر أن مباريات الدور الثاني تنطلق يوم الجمعة القادم حيث يواجه الأهلي نظيره وأصحاب الجياد.
فاز فريق ناشئات الطائرة الأهلي تحت 18 سنة على فريق الفتيات الكويتي بالنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر الجزيرة. وأكد أحمد عبد الفتاح مدرب الفريق أنه حرص على إشراك جميع اللاعبات للاطمئنان على مستواهن الفني والبدني قبل استئناف المنافسات الرسمية، ويستعد الفريق للقاء هليوبلس في الدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية والتي تقام في الأول من فبراير القادم على صالة هليوبلس. ويذكر أن فريق ناشئات الأهلي حصل على بطولة منطلقة من القاهرة لهذا الموسم. انطلقت اليوم على حمام سباحة استاد القاهرة بطولة القاهرة الشتوية للسباحة، وتستمر حتى 12 من فبراير القادم بمشاركة 20 ناديا من مختلف أندية القاهرة. ويمثل الأهلي في البطولة 1050 سباحا وسباحة لجميع المراحل العمرية، فيما يشارك فريق 2007 أولاد وبنات لأول مرة في البطولة. ويذكر أن الأهلي هو حامل لقب بطولة القاهرة الموسم الماضي. نجح سباحو وسباحات الأهلي مواليد 2007 في الفوز بالمركز الأول في بطولة القاهرة الشتوية المقامة حاليا بحمام سباحة استاد القاهرة، وتستمر حتى 13 من فبراير القادم. ففي منافسات 100 متر صدر فازت بنات الأهلي بالمركز الأول، بينما حصد الأولاد المركز الأول في سباقات التتابع 50 في 10 مترا حرا، والمركز الثاني والسادس في منافسات 50 مترا حرة. ويذكر أن فريق 2007 بنات وأولاد بالنادي الأهلي يشارك لأول مرة في البطولة، محققا إنجازا جديدا لسباحة الأهلي في المنافسات المحلية. يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة اليد نظيره التونسي في 8 مساء في نهائي البطولة الإفريقية التي تستضيفها الجابون. وكان المنتخب الوطني تخطى نظيره المغربي في نصف النهائي، بينما تأهل المنتخب التونسي على حساب المنتخب الأنغولي ليضمن المنتخبان بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2019. فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا.